جلسة عاصفة لمجلس الحرب الإسرائيلي أفضت إلى تعليمات لفريق التفاوض بمواصلة الجهود لإنجاز صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس. وبحسب القناة الإسرائيلية 13، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي وبخ فريق التفاوض بسبب بند وقف الحرب، حيث تريدها إسرائيل صفقة للتبادل فقط وليس للتهدئة وإنهاء الحرب. بند وقف الحرب في غزة كان الصاعق الذي فجر مفاوضات التهدئة مرتين بين حماس وإسرائيل. حماس تريدها صفقة متدحرجة تبدأ بتبادل للأسرى والرهائن مع إدخال مساعدات ثم وقف لإطلاق النار يصل لإنهاء الحرب، وهو ذاته البند الذي أغضب مصر، حيث برزت اتهامات إسرائيلية نقلتها شبكات إعلامية أن مصر أضافت بند إنهاء الحرب بمفردها، ما دفع مصر للتلويح بالانسحاب من الوساطة كما لوحت قطر من قبلها. إن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بادعاءات مفارقة للواقع ستؤدي للمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة، وقد تدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي. تعلم إسرائيل موقف حماس جيدا، فهي لن تسلم مفاتيح قوتها الوحيدة حاليا بلا ضمانات على بقائها، وهكذا تكتب وصفة الفشل لجولة مفاوضات جديدة منذ اليوم الأول. ولكن لا بد من حراك ما يخفف من روع هؤلاء الذين يتظاهرون في شوارع تل أبيب وينشرون مشاهد لأحبائهم في محاولة للضغط باتجاه صفقة تخرجهم من غزة.